بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، سورہ نساء جس کے 13 رکوع ہم نے مکمل کر لیے ہیں، اب ہم 14 رکوع یعنی رکوع نمبر 14 شروع کر رہے ہیں، تو آپ بھی شامل ہو جائیے. جی ناظرین، یہاں سے رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائكة ملائكة توفاهم الملائكة ظالمي ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما اس کو فی ما نہیں پڑھنا، یعنی میم کو لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ میم کے اوپر حرکت ہے یعنی زبر ہے، تو زبر کو لمبا نہیں کرتے. فی ما قالوا فی ما كنتم
قالوا قالوا كنا قالوا كنا مستضعفين 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 في الأرض في الأرض قالوا قالوا ألم تكن قالوا ألم تكن أرض الله أرض الله قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا واسعة فتهاجروا فتهاجروا فيها فتهاجروا فيها فأولئك فأولئك مأواهم مأواهم جهنم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا اس آیت کو یہاں سے دوبارہ سنیے إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين یہ پڑھا ہے ہم نے اوپر بھی اس کو یہاں پہ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مراغما كثيرا وسعة مراغما كثيرا كثيرا وسعة وَمَنْ يَخْرُجْ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ورسوله ثم يدركه الموت يدرك راكاف زرك يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ناظرین، سورہ نساء کے 14 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 15 شروع کر رہے ہیں. آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریے اور غور سے سننے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے ہم پڑھ سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج مبين